بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده بوضوح. بنعتذر عن تاخير تقديم الحلقه نظرا لطول الفتره الاخباريه في برنامج الحياه اليوم. وطبعا كل عام وجميع المصريين بخير وبسعاده بمناسبه الاسراء والمعراج. النهارده الاسراء والمعراج يوم كريم، ربنا يجعله دائما يا رب خير على مصر وعلى جميع امه الاسلام باذن الله ان شاء الله. وبرنامج بوضوح النهارده بيستمر في تخطيطه لقناه الحياه للسير العمليه الانتخابيه عبر تقارير عدد من المنظمات التي راقبت الانتخابات. ونستعرض مع ضيوفنا تفاصيل اليوم الاول للانتخابات من واقع تقاريرهم الميدانيه للساعات الماضيه. اسمحوا لي ان انا ارحب في البدايه الاستاذ عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان. اهلا بحضرتك فندم. استاذه داليا زياده، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الانمائيه. اهلا بحضرتك. الاستاذ ايمن عقيل، مدير مؤسسه معهد السلام والتنميه حقوق الانسان. اهلا بحضرتك. الاستاذ حسام عطيه، مسؤول وحده الانتخابات بمؤسسه عالم واحد للتنميه. اهلا بك يا فندم. ابدا بالاستاذ عبد الغفار، وعايز اعرف يعني اولا ابرز الشكاوى او عدد الشكاوى اللي جم النهارده للمجلس القومي لحقوق الانسان، وابرز التجاوزات اللي رصدها المجلس اثناء سير العمليه الانتخابيه. المجلس جاله حوالي 150 بلاغ من مراقبين في مختلف محافظات الجمهوريه، بعضها يتعلق بمشاكل اداريه او لوجستيه، بانه يتاخر فتح اللجان، انه يعني ما فيش حبر فوسفوري، بعضها يتعلق بعدم السماح لمتابعين ان هم يدخلوا اللجان، وبعضها يتعلق بعدم السماح لمندوبين لحمدان صباح انهم ايضا يدخلوا اللجان، واحدهم احتجز، احتجزته اجهزه الامن وقالت له التوكيل بتاعك مزور، واتصلوا باللجنه العليا للانتخابات فقالت لهم لا ده توكيله توكيل حقيقي فتركوه، وبعضهم في احداث عنف متبادله في بعض المواقع. انا يعني من خلال هذه البلاغات انا شفتها يعني كلها اقول انه ما فيش تزوير منهجي، ما فيش مخطط للتدخل في الانتخابات لصالح معين، لان العمليه تمت قبل كده، يعني التعبئه تمت قبل ما تبدا العمليه الانتخابيه. فالعمليه الانتخابيه تتسم بقدر كبير جدا من حريه التصويت، لكن انا عاوز اشير الى انه السياق العام اللي احنا بنتابع فيه معركه انتخابات رئاسه الجمهوريه يجب ان يكون واضحا للكل، انه كان من المهم ان هذه الانتخابات تبقى انتخابات تنافسيه، لانه احنا من 25 يناير سنه 2011 بدأت في مصر مرحلة انتقالية لن تنتهي إلا بإقامة نظام ديمقراطي. الثورة قامت على نظام سلطوي استبدادي، وهي لن تنتهي إلا بإقامة نظام ديمقراطي. انتخابات رئاسة الجمهورية دي خطوة هامة جدا على هذا الطريق. إذا هذه الانتخابات وما تلاها من انتخابات مجلس النواب همشت الحياة الحزبية في مصر، يبقى احنا في طريقنا إلى تكريس النظام السلطوي اللي كان قائم قبل كده، وبالتالي هذه الانتخابات بتكتسب أهمية خاصة. أنها كان يجب أن تكون انتخابات تنافسية حقيقية، إنها يجب أن تعزز التعددية السياسية في مصر ولا تهمشها، وإنه العالم كله يشهد لنا، لأن ده بقى الجانب الثالث من الأهمية. النهاردة إحنا لأول مرة يبقى عندنا مراقبين من العالم الخارجي، عندنا 6 منظمات دولية، وعندنا 5 تجمعات إقليمية، الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والكوميسا والفرنكوفونية، 700 مراقب أجنبي موجودين في مصر، عندهم كامل الحرية ينتقلوا كما يشاءون. إذا حصلنا على شهادة من هذه المنظمات إن الانتخابات دي كانت، يعني طبعا هيبقى فيه سلبيات ونواقص، لكن بشكل عام هي انتخابات حرة، دي هتبقى شهادة للرأي العام العالمي، وتغير في موقف العالم وفي موقف القوى يعني هامة مما يجري في مصر ومن خريطة الطريق، وتساعد على إن مصر تتخفف عنها الضغوط اللي بتمارس عليها لإمكانية استكمال خريطة الطريق وإنجاز عملية الانتقال بنجاح. أنتقل للأستاذة داليا زيادة، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية. أولا حقيقة منع عدد من مندوبين مركز ابن خلدون من مراقبة الانتخابات الرئاسية، وملاحظاتكم على سير العملية وما تم فيها. تفضل. الحقيقة ده حصل مبدئيا مسألة المنع، لكن بوجه عام احنا رصدنا 106 انتهاك كانوا يعني موزعين على نوعيات مختلفة، كانوا ما بين 45 انتهاك يعني يصب في مسألة التأثير على الناخبين،
13 انتهاك يتعلق بمسألة منع مراقبين، 12 أحداث عنف وترويع، 8 مشاكل متعلقة بكشوف الناخبين إلى آخره، يعني الباقي حالات بسيطة ليها علاقة بغلق اللجان وعدم وجود حبر فسفوري زي ما دكتور عبد الغفار كان لسه بيقول. لكن الطريف الحقيقة في كل الانتهاكات التي رصدت أنها لم يتم ارتكابها من جانب الأطراف اللي هم أطراف الحملتين، لكن كان في أغلبها وأكثرها اللي هي مسألة التأثير على الناخبين كانت بترتكب من الناس المتعاطفة مع هذه الحملات، مواطنين عاديين مثلا في بعض القرى مؤيدين لأحد المرشحين أخذوا مكبرات صوت وكانوا بيلفوا في القرية عشان يحفزوا الناس على أنهم يروحوا. بعض المؤيدين لأحد المرشحين من كتر حبهم فيه لبسوا تيشيرتات عليها صورته ونزلوا بيها، وده يعتبر تأثير وتوجيه للناخبين غير مقبول. لكن بوجه عام المسألة صارت بشكل جيد، المشاركة النسائية كانت يعني هي الحدث الطاغي النهاردة، وده إن دل على شيء فيدل على أن المرأة المصرية دائما هي التي تقود المسيرة نحو الديمقراطية. يعني كمان كان طريف أوي أن احنا شفنا مشاركة منظمات دولية بكثافة، حوالي 700 مراقب دولي، وده رقم يعني ضخم جدا، بعد سنين طويلة كنا قافلين فيها الباب ده، بقوا قادرين يتواجدوا وسط الناس والناس مرحبة بيهم وبتشجع وجودهم. أستاذ أيمن عقيل، مؤسسة معهد بتراقب الانتخابات بالشراكة مع بعض المنظمات الدولية، هل يمكن أن تذكر لي يعني ما تم رصده من خلال غرفة العمليات اللي أنتوا عملتوها معهم طوال اليوم الأول؟ إحنا في معهد لدينا شراكة مع منظمتين دوليتين، الشبكة الدولية للحقوق والتنمية ودي مقرها في النرويج، والمعهد الدولي للسلام والعدالة ودي مقرها في سويسرا، ومؤسسة معهد في مصر. عملنا بعثة مشتركة ودعينا كمان كل المنظمات الدولية لاجتماع تنسيقي، وبالفعل حضر بعض المنظمات بس مش كلهم. احنا لدينا 850 فرقة موجودين في الميدان، 50 فرقة دولية و800 فرقة محلية، بنتابع الانتخابات في 25 محافظة، عندنا 25 غرفة عمليات موجودين في المحافظات بجانب غرفتين للعمليات موجودين في القاهرة، غرفة مقرها مؤسسة معهد وغرفة للبعثة المشتركة مقرها الأوتيل اللي احنا مقيمين فيه. بنراقب الانتخابات أو بنتابع الانتخابات ليه عشان برضو نوحد المصطلحات، نحن متابعون للانتخابات، بنتابعها علشان نتأكد من حاجتين، من نزاهة الانتخابات وحرية الانتخابات. حتى نصل إلى انتخابات ديمقراطية يجب أن تتمتع هذه الانتخابات بالنزاهة وبالحرية، نحن نتأكد من هذه الإجراءات. ويمكن كما تفضل أساتذتي زي الأستاذ عبد الغفار والأستاذة داليا أستاذتنا وقالوا أن هذه الخروقات أو الانتهاكات اللي كانت موجودة في اليوم الأولاني لا تؤثر بشكل كبير على نزاهة العملية الانتخابية. لكن خلينا أنا أقول لك إحنا ما شفناش إيه، احنا طول الوقت كنا بنشوف الورقة الدوارة، طول الوقت كنا بنشوف تسويد في البطاقات، طول الوقت كنا بنشوف الحصار الأمني ومنع الناخبين ومنع المرشحين كمان ان هم يدلوا بأصواتهم، كنا بنشوف شراء الأصوات بالمواد الغذائية، كنا بنتاجر بأصوات المصريين زي ما كنا بنتاجر بأعضاء المصريين. يعني حتى لما كنا بنسأل في المحافل الدولية هل توجد ظاهرة شراء أصوات، بنقول إن الشخص أو المواطن الفقير بيبيع أعضاءه البشرية فمش هيبيع صوته، وده طبعا تأثير على الحياة الاجتماعية. فبالتالي كل ده اختفى في هذه الانتخابات اللي موجودة. كنا نتمنى ان يكون في عندي اكتر من مرشح على الانتخابات الرئاسية، ما تكونش محصورة بين اتنين مرشحين، نتمنى في الانتخابات القادمة يكون هناك اعداد جيد. بس اهم ما رصدتوا ايه بقى بالنسبة لك؟ اهم ما رصدنا نمرة واحد، رصدنا الانتهاكات اللي ارتكبها بعض المواطنين اللي بينتموا لفصيل معين ضد مواطنين آخرين اللي منعوهم من العملية الانتخابية، ولعوا كاوتشات في الطريق الدائري، ولعوا في بعض القطار، حصل مظاهرة في بني سويف وكانوا بينددوا بالجيش والشرطة وتدخلاته، وبيقولوا ان ما ان دي تمثيلية وان ده انقلاب من يوم 30/6 انقلاب عسكري. ايضا في مغاغة في المنيا حصل اشتباكات وحصل تبادل اطلاق النار، وده كان مهم جدا بالنسبة لنا ان احنا نرصده، لان هو ده اللي ممكن ان يؤثر على نسبة المشاركة اللي احنا بنتمناها. ولكن بالفعل المواطنين المصريين اعتقد ان هم شاركوا في اليوم الاولاني بشكل جيد، ونتمنى اليوم الثاني يكون اكتر. ايضا شهدنا ان في بعض القضاء وبعض العاملين في إدارة العملية الانتخابية كانوا منعوا بعض المتابعين ان هم يدخلوا، وقالوا احنا لا معترفين لا بمتابعة محلية ولا بمتابعة دولية. لكن دي ما هياش
ممنهجة، يعني مش كل القضاء عملوا ده. فكرة ان قاضي من القضاء او اتنين او احد الاشخاص نظرا للتكدس زي ما تحدثنا مع لجنة الانتخابات الرئاسية ومع بعض القضاء، وقالك نتيجة تكدس اللجان والدنيا حر والمواطنين مش قادرين يستوعبوا اللي احنا فيه واحنا واقفين فترة طويلة، فاضطروا ان هم يغلقوا بعض اللجان لفترات، واحنا طبعا ضد ده، يعني احنا ضد ان هو يغلق ده تحت اي سبب من الاسباب. فدي اللي احنا تم رصده. زمايلنا من المتابعين الدوليين في الفيوم حضروا كشف القنبلتين اللي كانوا موجودين، وحضروا تفكيك القنبله كمان وكانوا موجودين، ودي شهاده تانية زي ما قال الاستاذ عبد الغفار. المجتمع الدولي اللي جه حضر في مصر وبيتكلم ان هو بيتابع الانتخابات المصريه ومش خايف من تفجيرات ولا من ارهاب ان هم يمنعهم ان هم يجوا، ده كان برضو رساله للمجتمع المصري اللي خلى ناس قطعت اميال علشان تيجي وتحضر وتشارك في متابعه الانتخابات، يخلي المصريين كمان يخرجوا علشان يدلوا بصوتهم في العمليه الانتخابيه. استاذ حسام، الخطه اللي تبعتوها النهارده كمؤسسه عالم واحد لمراقبه الانتخابات الرئاسيه ايه، وايه اللي رصدتوه النهارده من تجاوزات؟ انا في البدايه سعيد ان انا متواجد مع اساتذتي اللي موجودين معنا في الاستوديو، وبوجه الشكر في البدايه لكل المراقبين اللي تطوعوا ونزلوا النهارده وتعبوا وبداوا من الساعات الاولى في رصد كل الاحداث اللي بتحصل في محطات الاقتراع المختلفه. فانا بحب اوجه للمراقبين المتطوعين دول شكر كبير. يمكن عالم واحد كانت تقدمت للجنة العليا للانتخابات لإصدار 2000 تصريح، تم استخراج التصاريح من اللجنة 2000 مراقب. لا لا، ما استلمناش كامل 2000 مراقب طبعا. هي عالم واحد بتتعاون مع 65 لينا شبكة جمعيات في المحافظات في 21 محافظة بالضبط، فتعاوننا مع 65 جمعية في محافظات مصر المختلفة، وخاصة ال 21 محافظة اللي عالم واحد بتراقب فيهم. يمكن من اللحظات الأولى المراقبين انتشروا على الأرض ووزعوا نفسهم بين اللجان، وكان الاتفاق ما بيننا وبين المراقبين إن احنا كأعداد مش هنقدر نغطي كل اللجان المختلفة، فاتفقنا معاهم إن هم يغطوا أكبر عدد من اللجان على حسب الشغل وكثافة أعداد الناخبين في اللجان وهكذا. يمكن كمان احنا بنستخدم السوشيال ميديا في عملية المراقبة والتوثيق، يمكن أخبارنا دايما بناخدها لحظة بلحظة من المتابعة على الأرض، بنرفعها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة والمواقع الخاصة بالمؤسسة، وفي نفس الوقت الخبر اللي باخده من المتابعة على الأرض المتابع بيوثقه بالصورة وبالفيديو باستخدام كاميرا التليفون المحمول. فيمكن ده عشان مصداقية الخبر اللي أنا بحطه على الصفحة بتاعتي، وفي نفس الوقت لمصداقية المؤسسة قدام الرأي العام والجمهور اللي بيتابع شغل المؤسسة. يمكن كان من أبرز الانتهاكات وطبعا مش هضيف على الأساتذة اللي قالوه، احنا من بداية اليوم الانتخابي بدأنا بمشكلة تأخر فتح اللجان، ودي عادة انتخابية سيئة في كل الاستحقاقات الانتخابية اللي فاتت، مع ان اللجنة وجهت المستشارين وجهت الموظفين، ويمكن اللجنة يعني ده مثلا بمجهود يعني وجدتوه في كام لجنة تقريبا؟ لا وجدناه في كتير، يعني وجدناه في كتير. يمكن انا بس عشان جيت نزلت يا دوب كنا قفلنا التقرير الرابع والاخير المجمع، فنزلت ما لحقناش نعمل عملية الحصر لكل الانتهاكات اللي حصلت النهارده، لكن ده هيحصل في تقريرنا الختامي. لكن عدد كبير من اللجان تأخرت ما بين 10 دقائق، ربع ساعة، تلت ساعة، في بعض اللجان في بعض المحافظات لحد 12 إلا ربع ما كانتش اشتغلت. ده بسبب تأخر الموظفين وتأخر القضاة. كان في شكوى كبيرة النهاردة من القضاة إن أغلب أعداد الموظفين في اللجان مش كافية لسير العملية الانتخابية بشكل ميسر. يمكن كانت ديت أول حاجة رصدناها الصبح بتأخر فتح العديد من اللجان. تاني حاجة كانت سمة اليوم النهاردة الدعاية الانتخابية، وأنا شايف إن الدعاية الانتخابية زي ما أستاذة داليا قالت كانت من أنصار المرشح، يمكن مش من المرشح نفسه أو مش من حملة المرشح، والدعاية كانت طاغية جدا من أنصار المرشح عبد الفتاح السيسي. مفيش أي وجه مقارنة ما بينها وما بين الدعاية اللي كانت موجودة من المرشح الآخر حمدين صباحي. ففكرة الدعاية النهاردة كانت طاغية للمرشح عبد الفتاح السيسي. يمكن الحاجة بقى اللي احنا النهاردة رصدناها، مش عارف بقية الجمعيات والمؤسسات اللي راقبت أو زمايلنا اللي راقبوا رصدوها ولا لا، الاعتداء على بعض الصحفيين والإعلاميين، منع المراقبين من أفراد جيش وشرطة من السادة المستشارين رؤساء اللجان بشكل كبير وواسع. احنا رصدنا حالات كتيرة لمنع المراقبين، أنا حتى في تقريري الأخير قلت المراقبين من المراقبة إلى النيابة. عندنا صحفية ومراقبة في اسكندرية ضبطت قاضي بيقوم بتوجيه ناخبة، الناخبة مسنة دخلت اللجنة فطلبت منه يساعدها، هترشحي مين يا حاجة؟ هرشح
المشير عبد الفتاح المرشح حمدين صباحي، فرئيس اللجنة علم على المرشح الآخر، فرصدت الصحفية الوضع ده، فالقاضي تنرفز ان هي اتكلمت وعلقت على الوضع، فبدأ يطلب القوات المؤمنة حرر لها محضر وأرسلها لنيابة شرق اسكندرية. في نفس الوقت اللي بعض الناخبات ذهبوا معاها للنيابة وفي محضر الشرطة قالوا وأقروا ان القاضي حصل منه توجيه. رصدنا النهاردة حالات كتير قوي توجيه من القضاة، سواء بإعطاء الأصوات للمرشح السيسي أو المرشح حمدين، أو أغلب القضاء كانوا بيدعوا الناس لمقاطعة العملية وإبطال أصواتهم. يمكن ده كانت السمة الغالبة النهاردة، قصة منع المراقبين عفوا والاعتداء على الصحفيين والإعلاميين والمحاضر اللي حررت النهاردة. بخلاف بقى ان كان في بعض الحالات مشادات بين مندوب المرشح السيسي ومندوب المرشح حمدين صباحي داخل اللجان برضو بسبب التوجيه، وقيام احدهما بالتوجيه لصالح مرشحه، او خلاف تاني ما بين انصار المرشح السيسي وسائق توك توك في احدى اللجان لمجرد ان هو علق بوستر على التوك توك الخاص بيه للمرشح حمدين صباحي وراح وقف امام اللجنه. ده بخلاف مكبرات الصوت اللي كانت طول اليوم شغالة المرشح السيسي بتقوم بالأعمال الدعائية ليه والتوجيه الناخبين داخل وخارج اللجان والتأثير عليهم. فاحنا يعني هل بالنسبة للإعلاميين انت قلت لي صحفية، هل في يعني ملاحظات أخرى خاصة بإعلاميين آخرين غير الصحفيين؟ كان في 3 إعلاميين تم احتجاز واحد منهم من قبل رجال الشرطة في إحدى اللجان، وبعد ما منعوهم من التصوير. انا مش عارف ايه مشكلة التصوير بالنسبة لافراد الجيش والشرطة وبالنسبة للمستشارين. اللجنة العليا للانتخابات مطلعة تصاريح للمتابعين وللصحفيين، طبيعة دور الصحفي ان هو يدخل اللجان يرصد ويصور. انا مش عارف ايه مشكلتهم في عدم التصوير. يعني احنا مثلا قبلناها وكنا بنعاني مشاكل طول الوقت اللي فات مع افراد الجيش والشرطة ومع المستشارين ومع القائمين على العملية بفكرة التصوير. احنا اساس شغلنا بنصور ونوثق اخبارنا كمتابع. انا اساس شغلي واساس المشروع اللي انا شغال فيه. ارجع لقواعد اللجنة، قواعد اللجنة منع المتابعين من لكن صحفي يقدر. أي صحفي انا قلت ان احنا استجبنا، ما انا قلت ان احنا استجبنا وطول الوقت بنعاني من ده، بس احنا بنعمل ده علشان مصداقية الخبر اللي احنا بننشره على صفحاتنا، وعلشان يبقى فيه مصداقية وتوثيق للتقرير بتاعتنا اللي احنا بننشره، فاحنا تقبلنا ده. لكن كمان احنا كان النهارده النقطه ان ازاي كمان يتمنع صحفيين واعلاميين من التصوير امام اللجان، ده كان امر غريب. وكان امر عملته للتدخل في الثلاث حالات دول كان ايه؟ يعني انت قلت لي دلوقتي ان الاعتداء على صحفي وثلاث اعلاميين وتم تحرير محضر بالواقعه، وكان في شهود من الناس. طب الاعلاميين اللي بيمثلوا ايه؟ يعني قنوات تلفزيونيه، جرائد، معاهم تصريح ولا معاهمش تصريح؟ لا معاهم تصريح، معاهم تصريح من اللجنه. طب وايه اللي تم معاهم؟ دول احتجزوهم لفتره وبعد لاكثر من ساعتين، وبعد كده قوات الشرطه سابتهم تمشي. حتى هم ما حرروش محضر. بعض قوات الشرطه وبعض القضاه طلبوا من المتابع برغم حمله تصريح اللجنه العليا للانتخابات ان هو يجيب له امر كتابي مكتوب من رئيس المحكمة الابتدائية في المحافظة، وقال له صراحة ان هو ما بيعترفش بالكارنيه. قاضي تاني مستشار تاني قال للمتابع الكارنيه بتاعك مش مختوم، انا ما بعترفش بيه. طيب هنطلع فاصل، هنكمل بعد الفاصل، نطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني نواصل حوارنا مع ضيوفنا اللي مشرفين النهارده. اهلا بحضراتكم مره تانية، وخلوني اروح لاستاذنا عبد الغفار شكر. هل تلقى المجلس القومي لحقوق الانسان النهارده اي شكاوى من الحملتين الرئاسيتين الخاصتين بالمشير عبد الفتاح السيسي او الاستاذ حمدين صباحي؟ لا، الاختارات كلها جت من مراقبين. بالمناسبه احنا عندنا 15652 مراقب. فاذا كانت كل تحالف مراقبين او كل منظمه ما قدرتش تغطي، لكن في الاخر الكل، وده سبب انه في ضمن التعليمات ان المراقب ما يقعدش اكتر من نص ساعة عشان يخرج ويدخل مراقب اخر، وبالتالي عدد المراقبين يكفي لتغطية العملية الانتخابية كلها. ما فيش قصور. ليه؟ لان احنا عندنا ما يقرب من 14,000 لجنة تصويت. فالمسألة متفقة. لكن الحملتين ما قدموش شكاوى. لا ما قدموش شكاوى، لا، شكاوى جات لنا من مراقبين. دي نقطة. النقطة التانية،
انا عاوز اقول انه الانتهاكات اللي اشار لها الزملاء في طب انا معايا بس عفوا المقاطعه معايا الزميل الاستاذ علاء ثابت عضو مجلس نقابه الصحفيين عشان نعرف منه يعني ما رصدته لجنه المراقبه والعمليات في النقابه لاي تجاوزات تمت مع زملاء صحفيين اثناء تاديه عمله. مساء الخير استاذ علاء. مساء الخير يا استاذ عمرو، تحياتي ليك ولضيفك الكريم. النهاردة طبعا احنا كان عندنا شكاوى وصلت الى 20 شكوى وتجاوز كان معظمها في محافظة انا، وكان في اتصال طبعا مباشر مع اللجنة العليا للانتخابات وغرفة العمليات في وزارة الداخلية، وكان في استجابة فورية وعاجلة. لكن الغريب النهاردة ان احنا عندنا مثلا قضاة في انا وفي القاهرة في خبرة بالذات وفي الدقي منعوا الصحفيين رغم ان هم حاصلين او عندهم تصريح بالتغطية، وفي قضاء في الوادي الجديد ايضا فصلوا يعني سمحوا للصحفيين بالتغطية لكن منعوهم من التصوير. احنا على الفور طبعا بلغنا اللجنة العليا للانتخابات، واللجنة مشكورة قامت يعني على الفور بحل المشكلة سواء كانت في انا او في الوادي الجديد. احنا كان عندنا الغرفة بتتابع كل المحافظات بتاعت مصر. كان في اعتداء من احد ضباط الشرطة في انا ايضا على احد الزملاء الصحفيين، كان في احتجاز للصحفية في قوس، وفي احتجاز للصحفي في نجا حمادي. هل صحيح فعلا ان يعني يمكن الاستاذ حسام عطية يعني بيتحدث منذ قليل قبل ما حضرتك تشرفنا بالتواصل معنا بيقول ان في زميلة صحفية رصدت مخالفة في داخل احدى اللجان وتم مصادرة الكاميرا اللي صورت بيها وتم تحرير محضر بالواقع عليها، هل لدى النقابة وسيادتك وكيل النقابة أي معلومات عن هذه الواقعة؟ لا لا، هو كان في مصادرة لكاميرا صحفية في قوس وصحفي في نجا حمادي، وتدخلنا مع الداخلية وأفرجت عن أفرجت عنهم فورا يعني، واستلموا الأدوات التصوير بتاعتهم كاملة. نعم. لكن لم يحدث النهاردة أي شكوى، ما صرتناش أي شكوى أن تم المصادرة بشكل نهائي يعني. بشكر جدا الكاتب الصحفي الأستاذ علاء ثابت وكيل نقابة الصحفيين. أعود الأستاذ عبد الغفار، شكرا. كنا نتحدث عن الشكاوى المقدمة للمجلس القومي لحقوق الإنسان. أنا قلت أنه المجلس تلقى شكاوى وقلت نوعها ما كانش فيه من بينها الاعتداء على صحفيين، لكن كان في موضوع توجيه قاضي للناخبين بأنهم يصوتوا في اتجاه معين، أو توجيه موظفين برضو للناخبين أنهم يصوتوا في اتجاه معين. بس أنا عاوز أقول أنه إحنا بنتكلم عن 14,000 لجنة، وطبعا إحنا من واجبنا أننا نسجل كل انتهاك حصل وندينه ونعلنه للرأي العام ونكون رأي عام مضاد له، لكن في نفس الوقت نحط كل المسائل في سياقها الصحيح. احنا امام 14,000 لجنة، لو عندنا 100 وقعة اسباب هذه الوقائع هي تصرفات فردية من اشخاص اما قضاة او موظفين او ضابط شرطة او اعضاء الحملات، لكن لا يوجد سياسة ممنهجة للتدخل لصالح مرشح معين او للتأثير على الناخبين. دي نقطة مهمة جدا انها تبان، وفي نفس الوقت كل اللي نسجله. انا عاوز اقول يا استاذ عمرو، يا دكتور عمرو، انه احنا من فترة كنا بنطالب بالانتقال من موضوع الاشراف القضائي على الانتخابات الى انشاء كيان يشرف على الانتخابات دائم ومستمر يراكم الخبرة، وفعلا الدستور الجديد المفوضية اشار لا سماها الهيئة الوطنية للانتخابات، وقال انه خلال 10 سنين ينتهي الإشراف القضائي على الانتخابات ويحل محله إن الهيئة الوطنية مجرد ما تتشكل تبدأ تختار من المجتمع شخصيات لها مصداقية وعلى الحياد تدربها، ويبقى عندها في النهاية كيان يقدر يدير أي انتخابات، ويمكن الطعن على هؤلاء الأشخاص من المجتمع إذا كان هم لهم توجهات معينة أو كده. وبالتالي أنا بعد فترة
مش هقع في الاخطاء اللي احنا بنقع فيها دي. انا عندي قاضي بيتصور انه نص اله فبيتصرف بطريقته وعندنا قضاه بييجوا يبقوا رؤساء يبقوا اعضاء في اللجنه العليا للانتخابات او رؤساء لجان وهو ما عندوش خبره بالانتخابات بيتعلم من اول وجديد وبالتالي بيقع في اخطاء. احنا في طريقنا الى انه اللي عملته دول العالم يعني احنا كنا يعني من اشد المطالبين بالاشراف القضائي على الانتخابات من 40 سنه لانه كان الجهاز الوحيد اللي نثق فيه. النهارده ثبت بالتجربه ان تغيير اللجنه كل 3 سنين او كل 4 سنين بيكرر نفس المشاكل. فاحنا في الطريق الى انه يبقى عندنا كيان ثابت تتراكم لديه الخبره يتكون من شخصيات لها مصداقيه خبرتها متنوعه ويستطيع المجتمع انه يطعن على اي واحد فيهم اذا كان شاكك ان هو هيقوم بعمله بكفاءه. في نفس الوقت نضع المخالفات اللي هي ظهرت دي النهارده في حجمها الصحيح وهي انها تجاوزات فرديه وليست نتيجه لسياسه عامه. انا بتابع الانتخابات من سنه 57 كنت اقعد في مقر الحزب وانا عارف ايه اللي هيجري. يعني عارف انه الساعه واحدة هيحصل ان القاضي يروح يتغدى فيطرد يتضرب مندوب المعارضه ويخرجوا وعلى ما يلاقوا القاضي يكونوا سددوا اصوات الغائبين. دي كانت اليه وحرفه. يعني النهارده ده مش موجود. الكلام الاستاذ عقي ايمن كافه الظواهر اللي كنا بنعاني منها بتختفي ويفضل النواقص اللي احنا بنشير لها دي يجب ان نركز عليها ونقول انها غير مسموح بها ونطلب المحاسبه لمن ارتكبها ونحطها في سياق الصحة. استاذه داليا مركز ابن خلدون، ايه ابرز الشكاوى اللي وصلتكم من مندوبيكم او من المواطنين النهارده؟ هي الحقيقه كلها بتدور في نفس الاطار اللي الاستاذ عبد الغفار كان بيتكلم فيه دلوقتي وكان بيضاف اليها يعني ان كمان بعض مندوبينا او بعض المتابعين التابعين لمركز ابن خلدون تم منعهم في المنصوره وفي بورسعيد ودي كانت واقعة يعني غير متوقعة خالص. حتى ان في بورسعيد كان من الكوميدي ان القاضي قال لهم احنا هنسمح بس لدخول المراقبين الدوليين لكن المراقبين المحليين لا. فكانت يعني حاجة تثير الاستنكار. لكن بغض النظر غير كده كانت المسألة ماشية بشكل جيد. في بس ملاحظة الحقيقة انا نسيت اقولها في الاول وانا بقول ان ما فيش حد في الحملتين عمل حاجة. الحقيقة المرشح حمدين صباحي بنفسه اخطأ خطأ كبير جدا كان لا يجب ان يخطئه وهو انه عمل تصريحات اعلامية بشكل واضح جدا بما يشبه المؤتمر الجماهيري لنفسه خارج اللجنة بعد ما صوت. التفت حواليه وسائل الاعلام وعمل تصريحات مش بس عن اليوم الانتخابي بوجه عام ولكن تحدث عن برنامجه الانتخابي وقعد يعمل شوية دعاية لنفسه وده طبعا كان خطأ جسيم يعني خطأ كبير ما كانش المفروض يحصل. لكن العبرة دايما في الانتهاكات هو برد الفعل في التعامل وسرعة التعامل معها. اللجنة العليا ردود أفعالها إلى حد ما كانت متباطئة على عكس ما شفناه في الاستفتاء مثلا. الاستفتاء كانت ردود افعالهم ممتازه جدا بمجرد ما بننوه ان في قاضي مقصر في مكان ما كانوا بيروحوا يغيروه فورا مش بس بيحققوا في الموضوع كان بيتغير فورا. لكن المره دي في شويه تاخير وتباطؤ. على الناحيه الثانيه وزاره الداخليه الحقيقه انا شايفه انها قامت بدور اكتر من هايل. لاول مره بيبقى عندهم غرفه عمليات بينسقوا فيها مع منظمات المجتمع المدني وده اللي بقى اللي بياسس العلاقه جديده ما بين المجتمع المدني والدوله يعني يجب ان نشيد بيها. كمان كان في حاجه اتكررت كتير ولما اتكلمنا فيها الحقيقه بعض الناس استجابوا وهي ان بعض الاحزاب اللي ناوية تنزل الانتخابات البرلمانية ومنها حزب النور مثلا وبعض المرشحين المستقلين اللي ناويين ينزلوا الانتخابات البرلمانية كانوا بيستغلوا اسم أحد المرشحين اللي هو يعني الأكثر شعبية حتى الآن عبد الفتاح السيسي بالظبط أيوة أنا فلان الفلاني أؤيد كذا علشان يكسب شعبية على اسم الرجل علشان هو عنده شعبيه كبيره. فده يعني وان كان قانونا ما فيهوش مشكله لكن اخلاقيا يعني مش هي دي بقى السياسه اللي عايزين نستكملها. احنا تعبنا من ده ايام مبارك وشفنا ده كتير قبل كده ايام الفساد اللي كان حاصل فما صدقنا خلصنا منه مش عايزين نكرره تاني بقى. استاذ ايمن هل واجهتكم اي يعني عقوب يعني معوقات اثناء تاديه عملكم النهارده في المراقبه؟ النهارده لم تواجهنا اي عقبات اثناء عمليه المتابعه
خليني ارجع اعيد وازيد المتابعه. بحب التزم بالقانون. الكارنيه مكتوب فيه متابعه. متابع وقواعد متابع. فاحنا لم خلاف شكلي ماشي. انا داخل اتابع. انا بس هو يعني اعتقد حقوق المراقب غير المتابع غير الملاحظ. وبالتالي احنا خدنا الحته بتاعت المتابع. لكن انا لو كنت مراقب على الانتخابات كنت هبقى موجود من قبل فتح باب التصويت من الساعه 7 صباحا، واخد الصندوق زي المندوب في حضني، ومش هسيب اللجنه الا بعد اعلان النتيجه. ومن حق ان انا اتدخل كمان في العمليه الانتخابيه ده لو انا كنت مراقب. لكن انا وانا متابع مش من حق اعمل ده. لكن خليني اقول لحضرتك الروح اللي موجوده الان. يعني الزملاء كلهم والمداخلة بتاعت الأستاذ علاء من نقابة الصحفيين، وبيقول إن أنا تواصلت مع اللجنة واللجنة تدخلت. وهنا بنتكلم عن انتهاكات أو تجاوزات أو خروقات وليست ممنهجة. وبنتكلم على إن إحنا دلوقتي في طريقنا لإنشاء الهيئة العليا للانتخابات أو الهيئة الوطنية. واللي لو رجعنا بالتاريخ، وأستاذنا عبد الغفار هو يعني أكتر مني دراية بده، ده كله كان نتيجة المجتمع المدني. صح. وجهودهم. صحيح. وشغلهم وتعبهم. طورنا في النظام الانتخابي وأدخلنا فيه بعض التعديلات عشان نصل الانتخابات نزيهة وانتخابات حرة، إلى أن وصلنا الآن إلى أن أنا عندي مرحلة انتقالية يبقى عندي هيئة عليا هي التي تشرف على العملية الانتخابية. دورنا كمتابعين العملية الانتخابية مش بس أن أنا برصد هذه الانتهاكات، لا، ده أنا كمان دور أنا أضع التوصيات عشان أصل إلى نظام انتخابي ديمقراطي يكون فيه نظام عدالة. وأعتقد هو ده اللي احنا بنعمله النهاردة. في انتهاكات موجودة نحط إيدينا عليها وإيه سببها ونضع حلول لهذه المشاكل. والتقارير الختامية لازم يبقى فيها التوصيات. طبعا طبعا. حسام، تعاملتم إزاي مع التجاوزات اللي اكتشفتوها النهاردة؟ احنا يمكن النهاردة كنا متواصلين طول اليوم. يمكن كان في حد من المجلس القومي لحقوق الإنسان على ما أعتقد أستاذة اسمها أسماء كانت بتتواصل معايا عن طريق الهاتف النهاردة. يمكن كل ما بننشر انتهاك أو حالة منع مراية فكانت على طول بتكلمني في التليفون وبتتواصل معايا وبتعرف الأحداث بالظبط إيه اللي حصل برقم اللجنة باسم الشخص اللي حصل له الانتهاك. اللجنة العليا كانت مخصصة لنا عضو من أعضائها يتلقى البيانات اللي احنا بنقدمها عشان يتصرفوا فيها. انا من وجهة نظري شايف ان في مشكلة كبيرة في التواصل ما بيننا وبين اللجنة العليا. والفترة قريبة كانت نفس المشكلة موجودة في التواصل مع المجلس القومي لحقوق الانسان. انا بتكلم بصراحة. يمكن النهاردة انا اول مرة اقعد في غرفة العمليات واحس ان المجلس القومي لحقوق الانسان مهتم ان هو يتواصل معايا، مهتم يشوف انا برصد ايه على الارض، مهتم يشوف هيحل ده ازاي. لكن كوجود اليات ما بيني وما بين اللجنة العليا للانتخابات ان انا اتواصل معها مباشره، اللجنه طول الوقت بتعلن عن غرف عمليات. بعض الجهات المعنيه في الدوله دايما بتعلن عن اليات او انشاء غرف عمليه، لكن لا يتم التواصل مطلقا ما بيننا كمؤسسات بتتابع العمليه او بتراقبها وما بين الجهات اللي بتعلن عن غرف العمليات. احنا عندنا متابعينا على صفحاتنا، بنوجه التقارير اللي احنا بنطلعها او الاخبار اللي تطلع بشكل لحظي خلال اليوم من بدايته لنهايته لكل الجهات المعنية، لوزارة الداخلية، للجنة، للمجلس القومي لحقوق الإنسان، لأعضاء صفحاتنا اللي هم بيقوموا بدورهم بنشر تقاريرنا، فبتلقى قاعدة شعبية واسعة جدا في عملية الانتشار. نطلع لفاصل إعلاني. فاصل إعلاني نرجع تاني نوصل حوارنا مع ضيوفنا. اهلا بحضراتكم من جديد. في بوضوح، ويمكن سؤالي الاخير لحضراتكم عن تقييم حضراتكم ايه للاقبال النهارده على الانتخابات، ورايكم ايه في مدى تاثير منح الحكومه غدا للمواطنين اجازه على الاقبال غدا. وابدا بالاستاذ غفار، اتفضل. يعني الكل بيجمع على انه معدلات التصويت النهارده كانت منخفضه ولم تكن متوقعة بالمقارنة أو بالقياس على الاهتمام الكبير اللي كان باين من وسائل الإعلام وخاصة القنوات التلفزيونية والحاجات دي. أنا اتصلت بثلاث قرى في محافظة الدقهلية، قريتي ومدينة الجمالية مركز اللي هي جنب المنزلة، وقرية في مركز طلخة. والثلاثة قالوا لي أنه التصويت يعني مثلا في قرية 9000 صوت اللي صوت 1500 والتانيين ماشيين بنفس المعدل ده. وبالليل في الفترة المسائية بدأ العدد يزيد. فأنا يعني نمرة واحد، إحنا
بنقول ان التصويت منخفض يعني بالقياس على الاهتمام الكبير من المجتمع بهذه الانتخابات، وايضا بان احنا راينا انه ما يجري في هذه الانتخابات في مصر فيها نزاع على الشرعيه. ما لم يشارك عدد اكبر في هذه الانتخابات من الذين شاركوا في انتخابات الرئاسه السابقه يظل هذا النزاع على الشرعيه قائما، وبالتالي من المهم جدا ان التصويت بكره يتجاوز ال 25 مليون. يعني اذا لم يتجاوز 25 مليون يبقى موضوع النزاع على الشرعيه ده موجود. انا اتوقع انه هذا الهدف هيتحقق. يعني اولا لان اليوم اجازه معناه ان الموظفين اللي كانوا ما بيقدروش يروحوا الصبح هيروحوا. ففتره الصباح يعني لغايه الساعه 2 في الحكومه كانت نفت صباحا ان هي هتدي بكره اجازه وبعدين عادت مره ردخ اخرى وقالت لانه بان كده. النهارده التصويت كان شكله ايه؟ من الصبح ولمده ساعتين كان في تصويت عالي من الناس اللي مش مرتبطين باعمالك، كل الموظفين محبوسين في مكانهم. بالليل بدا التصويت يزيد، فبكره هيبقى فترتين كبار التصويت فيهم معادلات تبقى عاليه. يمكن احنا جانا خبر دلوقتي ان غدا اللجنه العليا للانتخابات، والخبر نقلا على موقع اليوم السابع الواسع الانتشار، ان اللجنه العليا للانتخابات وافقت على مد التصويت غدا الى الساعه 10 مساء بدلا من الساعه 9. نفس السؤال اتفضلي حضرتك. مبدئيا دي حاجه كويسه جدا ان زودت تقييمك. تقييمك النهارده الحضور شايفاه ازاي وتاثير غدا الاجازه على الحضور غدا؟ تمام. هو بالنسبة للنهاردة المشاركة بدأت في بداية اليوم قوية جدا، ثم انخفضت في منتصف اليوم، ثم ابتدت تزيد على أواخر اليوم، وده بيقول إن الناس عندها الرغبة للنزول، لكن كان هناك ما يحول دون ذلك. كان أهم طبعا درجة الحرارة المرتفعة خصوصا في محافظات الصعيد. والمشكلة التانية اللي اشتكى منها ناس كثيرة جدا وهي مشكلة الوافدين، الناس اللي جايين من محافظات مختلفة أو ساكنين في محافظات غير محافظاتهم، واللي ما قدروش يروحوا يبلوا بصوتهم لأنهم غير مسجلين في الشهر العقاري. حتى في الغردقة في 400 مواطن سجلوا نفسهم في الشهر العقاري وراحوا علشان وعملوا اعتصام النهاردة بسبب الحكاية دي، وراحوا علشان يضلوا بصوتهم ملقوش كشوف ليهم وما قدروش حتى يعملوا ده بالرغم ان هم مشوا في الخطوات القانونية. فزي ما اللجنة قدرت تحل الأزمة بتاعت بكرة وديت الناس أجازة على أمل ان يزيد أعداد المشاركين، نتمنى كمان ان هم يحلوا مشكلة الوافدين لان ده هيفرق قوي في التحدي الكبير بتاع نسبة المشاركة. أستاذ أيمن، أنا أعتقد أن من خلال متابعتنا ورصدنا لعدد الناخبين تفوتت النسب من مكان لآخر، لكن في المجمل أعتقد أن هي ممكن تصل من 17-20% نسبة المشاركة، هي نسبة ضعيفة نحن غير راضيين عنها، نتمنى بكرة النسبة تزيد، لأن بالفعل المرحلة الانتقالية كلها على المحك. إن لم يخرج المصريين ويشاركوا في العملية الانتخابية ويثبتوا للعالم كله إن إحنا مرينا بثورتين ومنمر بمرحلة انتقالية، أعتقد هيبقى في بعض التشكيك اللي هناخد جهد طويل عشان نبدأ نتكلم فيه مع العالم الغربي، وخاصة الشباب ونسبة الشباب اللي كانوا بيدعوا للمقاطعة، وإحنا قعدنا معهم كمجتمع مدني وأعتقد قدرنا نقنع جزء منهم، لكن نتمنى بكل الحالات إن الشباب دول هم عماد الوطن وهم المستقبل بتاع مصر. أستاذ حسام، أنا شايف أن النهاردة ما فيش مؤسسة ولا في أي حد من اللي راقب النهاردة يقدر يقيم الأعداد بشكل واضح وصريح. يمكن زي ما قالت أستاذة داليا في بداية اليوم كان في بعض اللجان وليس كل اللجان إقبال من الناخبين، ولكن يعني كان في لجان في المقابل ما فيهاش ناخبين خالص. يمكن الأجازة بكرة أنا شايف أن هي ملهاش معنى، وشايف أن هي ملهاش ما فيش رجا منها. يعني المصريين لو عايزين ينزلوا يصوتوا هينزلوا يصوتوا في أي ظروف، في اجازه ما فيش اجازه، الجو حر، درجات الحراره مرتفعه حتى لو وصلت لاقصى درجاتها. المصريين لما بيصمموا على حاجه هينزلوا وهيصوتوا، مش مستنيين اجازه. وانا كمان فكره الاجازه مش عارف الاجازه دي فكرتها جايه منين، هل هي جايه من الحكومه ولو جت من الحكومه جايه بناء على ايه، ولا هي جت بالتنسيق بين اللجنه العليا للانتخابات وهي الجهه الوحيده المعنيه بسير العمليه الانتخابيه وتنظيمها، ولا ما جاتش منها وده قرار فردي من الحكومة ومش عارف الحكومة تدخلت ودت الأجازة بناء على إيه برضو.
فأنا شايف إن الأجازة بكرة يعني مش هتفيد. أنا بشكر جدا حضراتكم ويعني شاكر حضوركم النهاردة معنا. بشكر حضراتكم جدا. إحنا غدا بوضوح غدا عشان برنامج الحياة اليوم بكرة غدا إن شاء الله ممتد في خدمته الإخبارية حتى يعني إغلاق الصناديق وبدء عمليات الفرز. هيكون الخدمة الإخبارية للحياة اليوم غدا ممتدة مع الزميلين العزيزين عمر عبد الحميد ولبنى عسل. فغدا مش هيكون برنامج بوضوح موجود، أجازة غدا ونعود بعد كده إن شاء الله يوم الأربعاء. بشكركم جدا جدا، تصبحوا على خير.